بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني على قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة رقم 12 من كورس التحليل الفني والسيكولوجي للمتداول. عنوان المحاضرة تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية من أهم الأمور التي يجب على كل متداول أن يدركها وأن يتعلمها، وهي من أهم الأمور التي تساعد على النجاح وتساعد على المكسب وعدم الخسارة. ولكن ما هو معنى تحمل المسؤولية؟ معنى تحمل المسؤولية أن تكون أنت الوحيد المسؤول عن نتائج تداولك وعن صفقاتك الفاشلة وعن خسارة رأس مالك لا قدر الله، وتكون أنت المسؤول الوحيد عن كل ما تواجهه في السوق من تقلبات وأحداث. ففي السوق لا يوجد أصدقاء ولا أحبة ولا زوجة ولا زوج، كل من في السوق يسعون لهدف واحد وكسب المال على حساب خسارة شخص آخر، وهذه حرب لا نهاية لها. من يستطيع أن يكون الأفضل ويحصد باستمرار أفضل نتائج هذه الحرب هو فقط المتداول العاقل الرزين المتزن المنضبط. باختصار هو المتداول المسؤول. ولكن ما يحدث في السوق عكس ذلك تماما، حيث تجد أن أغلب المتداولين لا يتحملون مسؤولية أفعالهم ولا يتحملون مسؤولية صفقاتهم، مما يكلفهم المزيد من الخسارة والكثير من الألم والشعور بالحزن. والأسوأ من ذلك محاولة عدم تحمل المسؤولية وعدم الاعتراف بالخطأ، ويستمر في إنكار كونه متداول غير مسؤول عن نفسه وعن صفقاته، ودائما ما يلوم الاستراتيجية التي كان يتبعها، وكونها ضعيفة لا توفر له صفقات ناجحة. وفي الحقيقة قد تكون نفس الاستراتيجية في وقت فات حققت له نتائج مرضية وجعلته يكسب أموالا كثيرة. ولكن هل يتوقف عن لوم الاستراتيجية كهروب من عدم تحمل المسؤولية؟ بالطبع لا، يلقي اللوم على السوق ويقول أن السوق اليوم لم يكن جيدا ولم يوفر لي الفرص الكافية لتحقيق الصفقات الناجحة. في هذه الحالة المتداول يلوم السوق على عدم توفير الفرص المناسبة له في التداول. هل هذا يعقل؟ ويبدأ في الانتقام منه، أي من السوق، عبر الدخول في صفقات أكثر. تجده كل ما تظهر له إشارة لا تكاد تعطي أي دلالة يقوم بدخول صفقات من خلالها بطريقة عشوائية لا إرادية بهدف استرجاع ما خسره من أموال. والشيء الأكيد أن هذا تصرف غير عقلاني بالمرة، وسيكلف المتداول مزيد من الخسارة. أما لو كان المتداول قد حمل نفسه المسؤولية وأنه هو المسؤول عن تداوله في وقت غير مناسب وفي فترة غير مناسبة له، لأنه ليس كل الأوقات تصلح للتداول، لو تحمل المسؤولية لخرج فورا من المنصة بمجرد أن يعرف أنه ليس في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب. أو تحمل المسؤولية كان قد اتخذ قراره بالخروج من المنصة والعودة إليه مرة أخرى حينما تكون الظروف مناسبة. لو تحمل المسؤولية وانتظر الفترة المناسبة للتداول وعاود الرجوع مرة أخرى بهدوء أعصاب وتريث وبدون التفكير في الانتقام من السوق أو تعويض الخسارة، لكان ذلك أفضل وأحسن له. وأود أن ألفت نظر إخواني المتداولين أن هناك معتقد خطأ جدا، وهو اعتقاد المتداول
أنه يمكنه رد خسائره ما دام السوق في حالة جيدة. تجد المتداول يقول: السوق الآن كويس جدا، سأقوم باسترجاع كل ما فقدت وكل ما خسرت من أموال. وهذا معتقد سيء جدا وخطأ للغاية. ولكن وكما قال مارك دوغلاس أن السوق محايد جدا، سواء كانت فترة تداول أو غير ذلك، يظل السوق محايد تماما ويبقى لا يعمل لصالح أحد. وكل ما يقوم به السوق هو تعبير عن ذاته من خلال تقديم مجموعة من المعلومات، والتي كما نفسرها نحن هي أنماط سعرية سريعة أو إشارات دخول من أجل البيع أو الشراء. لذلك فإن فكرة التعويض وفكرة الانتقام من السوق وفكرة رد ما فاتك من أموال وفكرة ما دام السوق جيد سأقوم برد خسائري، كلها أفكار بالية لابد من التخلي عنها فورا. لابد من تعلم تحمل مسؤولية أخطائك كمتداول. في النهاية أنت اللي بتتداول لوحدك، وأنت اللي بتاخد قرارك لوحدك، وأنت اللي بتحلل، وأنت اللي بتختار الصفقات، وأنت اللي بتحدد إمتى تدخل وإمتى تخرج. ولا أحد يفسر معلومات السوق غيرك، ولا أحد يجبرك على كبس الزر سواء بالبيع أو بالشراء، إلا يدك، ويدك أنت المسؤول عنها. لذا وجب تحمل المسؤولية. وكمان أحب ألفت نظرك لحاجة مهمة، أنه سواء تحملت المسؤولية أم لم تتحملها يبقى الأمر راجع إليك. ولكن اسأل نفسك سؤال: هل تريد الاستمرار على نفس المنوال؟ هل تظل دائما تهرب من تحمل المسؤولية؟ هل هتفضل على طول تعلق مسؤولية خسارتك على شماعة السوق والاستراتيجيات؟ وأيا كانت الإجابة لديك، أحب أن أبشرك أنك إذا تحملت مسؤولية خسارتك فإن ذلك سيتيح لك التسامح مع نفسك وحل مشاكلك واستعادة اتزانك وخلق الانضباط بداخلك، وسوف تستطيع بإذن الله تجاوز هذه الأخطاء على المستوى النفسي والمعنوي وكمان على المستوى المادي، بمجرد إنك تحملت مسؤولية خسارتك ولم تحملها لغيرك. ولازم تعرف إن ده رزق، لو ربنا كتبه لك هتاخده، لو مش كاتبه لك مش هتاخده. لذلك أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.